استاذه منال من الجيزه تتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله استاذه منال. اهلا بحضرتك. نعم والله فضل. انا كنت عايزه اتكلم برضو بخصوص الحلقه دي ان هي حضرتك بتتكلم عن الموت، فانا كنت بسال على القران، هل القران بيوصل للميت؟ يعني احنا مثلا في حد عندنا متوفي من فتره قريبه، احنا عاملين جروب على الواتساب وكل واحد واخد جزء وبيختمه كده، وبعد الجزء بندعي بقى. فانا عايزه اعرف هل اجاوب على حضرتك. اولا نسال الله سبحانه وتعالى لمن توفى عند حضرتك وانتقل الى هذه الحياه الواسعه ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل قبره منزلا للانوار ومهبطا للاسرار، ويجعله من اهل الالطاف، ويفتح له بابا على حضره النبي صلى الله عليه وسلم فيزوره بكره واصيلا. الامر الثاني ان يصل اليه هذا الثواب باتفاق. لو قلنا اللهم بعد ما عملنا الختمه كل واحد خد، عملنا الربعه دي اسمها الربعه اللي هي الاجزاء المصحف دي اسمها ربعه. ايه اللي حاصل لما وزعنا الاجزاء بتاعت الربعه دي وكل واحد قرأ جزء وبعد كده ختمنا ودعينا وقلنا اللهم هب مثل ثواب ما تلوناه من القرآن وما قرأناه من القرآن إلى روح فلان، يصل إليه باتفاق كما نص الإمام القرافي. نعم.